تعتبر الانتخابات الرئاسية الحالية هي خامس انتخابات رئاسية تعددية مباشرة في تاريخ مصر منذ قيام ثورة 1952 ورابع انتخابات رئاسية يتم إجراؤها منذ 25 يناير من عام 2011 والثالثة منذ ثورة 30 من يونيو من عام 2013. يتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين هم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يسعى لولاية جديدة وثلاثة من رؤساء الأحزاب هم فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الجديد وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري. تجرى الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل وتحظى بتغطية إعلامية واسعة من 46 منظمة من منظمات المجتمع المدني و30 مؤسسة إعلامية و12 مؤسسة صحفية و10 قنوات فضائية و8 مواقع إلكترونية. تصويت الجاليات المصرية في الخارج يجرى أيام الأول الثاني والثالث من ديسمبر في 137 لجنة فرعية داخل سفارات وقنصليات مصر حول العالم وذلك اعتبارا من 9 صباحا وحتى 9 مساء بتوقيت كل دولة. تجرى انتخابات الداخل أيام 10، 11، و12 ديسمبر في 10,085 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية. قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بمعاينتها والتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية. من المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة التصويت يوم الاثنين 18 ديسمبر، وحال عدم حسم الانتخابات من الجولة الأولى تجرى جولة الإعادة بعد نحو شهر وتحديدا أيام 5، 6، و7 يناير من عام 2024 للمصريين بالخارج وأيام 8، 9، 10 يناير 2024 لتصويت الداخل. يبلغ عدد من يحق لهم التصويت قرابة 65 مليون ناخب حيث يحق التصويت لكل مواطن مصري بلغ سنه 18 عاما وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرجا بقاعة بيانات الناخبين، فيما يعفى من التصويت ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم. يقوم الناخب بالإدلاء بصوته في اللجنة الانتخابية التابعة لها والتي يمكنه الاستعلام عنها بموجب الرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية الانتخابات www.election.eg، فيما سمحت الهيئة الوطنية للانتخابات للوافدين بالإدلاء بأصواتهم أمام أي لجنة من لجان الاقتراع في المحافظة التي يتواجدون فيها.